وسار على نهجه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أخوة الإيمان والإسلام، جئنا سويا نحتفي ونحتفل في هذه الليلة الطيبة المباركة بليل زفاف الأستاذ زياد حسن أحمد أبو عكاشة على كلمة الحاج محمد سباك. وخير ما نحتفي ونحتفل في هذه الليلة الطيبة المباركة آية بينات من كتاب الله العزيز يتلو على مسامعنا علما من أعلام قراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ جمال أبو نبوت الجمال الكريم المبارك. نستمع الآن إلى كلمة الوعظ والإرشاد من فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ أحمد عبد المجيد التين، فليتفضل سيادته مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى على العرش جل في علاه، الأرض أرضه والسماء سماه، انحنت له الأصلاب وعنت له الوجوه والجباه. سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب من الذي بالمرض شفاه، وسل إبراهيم من برداء الفلة كساه، وسل يعقوب من الذي رد إليه بصره لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف من الذي حقق له رؤياه، وسل موسى لما نودي عليه من قبل الإله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت له المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها فقال إني عبد الله، بل سل الكون كله ستجد الكون كله يوحد الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا القائد والقدوة محمد رسول الله، فإن أردت أن تسأل عن رائحة رسول الله فسل العطر وشذاه،
فسل الصبح وضحى. وإن أردت أن تسأل عن تبتله وسكينته فسل الليل ودجاه. وإن أردت أن تسأل عن شموخه وعصمته فسل النخل ونواه. وإن أردت أن تسأل عن عنايته ورعايته فسل ذراع الشاة. ولو سألت عنه الأرض لقالت ما وطأني أحد مثل ما وطأتني قدماه. ولو سألت عنه السماء لقالت ما استمع أحد ندائي مثل ما استمعت إلي أذناه. ولو سألت عنه الله لخاطبك لسان الأحدين ممزوجا بالحقيقة المحمدية قائلا كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. قال قائل يمتدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطر والبدر منقسم. طه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم. وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعنب. أنطقت لرسول الله أربعة الطرب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العنق والعجر. لولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وذهبت عن الدنيا ولا زلت سيدا. عليك سلام الله في كل لحظة لقد ماتت الأسماء كلها إلا محمدا. فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن نزار ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مطر ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارخ ابن شارخ ابن فارغ ابن عابرة ابن ناحور ابن يعرب ابن قحطان ابن سميديع ابن عادية ابن مطاد ابن عمرو ابن أرفخشيد ابن سام ابن نوح ابن إدريس ابن شيث ابن آدم. فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. أما بعد، الحفل الكريم
بداية نيابة عن العائلة، فإنا نتوجه بالشكر إليكم جميعا لحضوركم ولتشريفكم حفل هذه الليلة ولتلبيتكم الدعوة وائتماركم بأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل فيه: إذا دعيتم فلكم. أما عن حفل هذه الليلة فإننا نحتفل في هذه الليلة بحفل زواج إحياء لسنة من سنن الإسلام ألا وهو الزواج. فالزواج هو سنة من سنن الإسلام، بل هو سنة من سنن الفطرة، به تصان الأعراض وبه تحفظ الأنساب، وهو آية من آيات الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأحبة، هل سمعتم هذا الأسلوب الرقيق، العذب اللطيف الذي يحدثنا به القرآن الكريم ويمتن علينا به؟ إنه من أعظم النعم الذي يمتن الله بها على الرجال والنساء على حد سواء. إنها صلة السكن للنفس والقلب، صلة الاستقرار للمعاش والحياة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا رب؟ سكن، مودة، رحمة، راحة بال، راحة قلب، استقرار حياة، استقرار معاش. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. العلاقة الزوجية لا بد أن تبنى على المودة والرحمة. إذا خلت العلاقة الزوجية من المودة والرحمة صارت كالجسد الميت، إذا لم يدفن فاح عفنه ونتنه، ودفنه هنا هو الطلاق. الطلاق الذي هو رحمة من أعظم رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده، الذي أشار إليه المستشرقون شرقا وغربا شبها طوالا عراضا. لكن لا بد للحياة الزوجية أن تبنى على المودة، ولا بد أن تبنى على الرحمة، لا بد أن تبنى على المحبة. ذلكم الحب الذي يعلمونه في إعلامنا المضلل، يعلمونه لأبنائنا ولفتياتنا عن طريق العلاقات الجنسية القذرة. من هذا الإعلام الفاسد العميل لهؤلاء المستشرقين، هؤلاء العلمانيين، إن الزواج حث عليه القرآن وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التبتل والرهبانية، فلا رهبانية في الإسلام. ولذلك لما جاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذهبوا إلى بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يريدون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بما يفعله في بيته. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر، أي السنة كلها. فقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل كله ولا أرقد، أي يقيم الليل وهو يصلي. فقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأمرهم، فلما قابلهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأرقد وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمعتبر أيها الأحبة في الزواج الخلق والدين، لا المال ولا الجاه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه الوصية لأولياء المرأة، ولي المرأة عليه أن يختار صاحب الدين صاحب الخلق. أما بالنسبة للشاب المقبل على الزواج فعليه أن يختار ذات الدين. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين ترمت يداك. فعلى الشاب المقبل على الزواج أن يطلب المرأة، أن يطلبها بشروط القرآن: اطلب ما شئت من جمال ومن مال ومن حسب، ولكن احرص على ذات الدين وعلى ذات الخلق. صفتان اثنتان إذا وجدتهما في المرأة فخذها ولا تتردد. هذه الصفات ذكرت في القرآن، كانت في بنت نبي الله شعيب. أول هذه الصفات هي صفة الحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فالمرأة الحيية كما قال العلماء، إذا اتصفت المرأة بالحياء اتصفت بخلق كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فالمرأة الحيية لا تخالط الرجال، لا تزاحم الرجال، لا ترفع صوتها مع الرجال، لأن المرأة الحية إذا خالطت أو إذا زاحمت زال أغلب أنوثتها، وأنوثة المرأة جزء من جمالها. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. ها هي بلقيس، كانت امرأة كافرة لم تكن أسلمت بعد، وهي ملكة سبأ. لما أرسل إليها سيدنا سليمان وأتت إليه كانت مستترة لجسدها كلها، لم تكن متبرجة، بدليل
أنها لما دخلت على سيدنا سليمان كشفت عن ساقيها، حسبته لجة أي بحر، فكشفت عن ساقيها. لما قال لها سيدنا سليمان إنه صرح ممرد من قوارير من زجاج، فأنزلت ثيابها، سترت نفسها مرة أخرى. هذه امرأة كافرة لم تكن أسلمت بعد، فمن باب أولى أن تستتر نساء المسلمين. أما عن الصفة الثانية حتى لا أطيل على حضراتكم، الصفة الثانية التي يجب أن تكون في المرأة صفة العقل. ابنة نبي الله شعيب قالت: يا أبت استعجل، هذا دليل على كمال عقلها. فعلى المرأة أن تربي بنتها، وأن الواجب كذلك على ولي المرأة ألا يستعجل في زواج ابنته في سن مبكرة حتى تنضج. نريد أن تكون أما مثالية لتنشئ جيلا جديدا ينفع الله به الإسلام والمسلمين. لا تستعجلوا في زواج بناتكم، أنا لا أقول أنه حرام، لكن الأفضل ألا تستعجلن في زواج بناتكم، والأفضل كذلك أن لكل أب الواجب عليه أن يعلم ابنته كما يعلم ابنه. لا يقول أن البنات يتزوجن ولا نستفيد من تعليمهن. إن الشاب في هذه الأيام يبحث عن المرأة المتعلمة لكي تنجب أبناء وتعلمهم. أما بالنسبة للمرأة فكذلك عليك بصفتين في الرجل، وهما صفة القوة والأمانة. يا أبا استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة ليست بشرط قوة العضلات، لكن القوة هو أن يتحمل الرجل مسؤولية بيته، أن يتحمل مسؤولية زوجته، أن يتحمل مسؤولية أبنائه. كذلك الأمانة، لأن الخائن هذا الرجل الذي يكون خائنا للأمانة لا يستطيع ولا يؤتمن على زوجته ولا على أبنائه. إننا نرى ونسمع في هذه الأيام من قتل زوجته، بل ومن قتل أبناءه، فهؤلاء وأمثاله لا يتحملون مسؤولية أن يكون لهم بيت. ونختم كما أوصاني بعض الأخوة أن نتحدث عن تعدد الزوجات. طبعا وللأسف الكل بيسمعنا دلوقتي في البيوت، وأنا بيتي جنب الفرح هنا سمعيني يعني. لكن الأصل في الزواج هو التعدد، هذا حق لا ينكره أحد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الاستثناء هو الواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طبعا الكل خايف من العدل، كله خايف انه يعدل فواحدة. لكن أنا أقول لكل من تزوج بأكثر من واحدة فهو رجل، لكن شرط أن يكون عادلا. واحذر أن تكون مثل رجل تزوج باثنتين، هذا من باب الدعابة، فتزوج باثنتين. لكن للأسف يعني زي ما نقول بالبلدي والروم الأمرين، فكتب قصيدة كده بيقول ايه: تزوجت اثنتين لفرض جهلي بما يشقى به زوج اثنتين. يعني تزوجت مين؟ لعدم معرفتي بما يلقاه زوج الاثنتين من عذاب ومن بلاء وغير ذلك.
بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت نعجة تصبح وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين. يعني هو صار هو النعجة هم الذئاب، رضا هازي يهيج سقط هازي، فما أعرى من إحدى السقطتين. يعني إن رضيت الأولى الثانية تغضب عليك، وإن رضيت الثانية الأولى تغضب عليك، ولن أسلم من إحدى السقطتين. ثم قال بعد ذلك: وألقى في المعيشة كل ضر كذلك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. كل ليلة عند واحدة فيها العتاب، لا انت الاولى جبت لها كذا، لا انت هكذا. ثم بعد ذلك بدأ ينصح فقال ايه: فان اردت ان تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، يعني معك الخير زي ما نقول كده من البلد جابك عمران. فان اردت ان تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين وتدرك ملك ذي يزن وعمر وذي جدل وملك الحارسين فعش عزبا، يعني لا تتزوج ابدا، فعش عزبا، فان لم تستطعه فعرضا فضربا في عراض الجحفلين، اضرب دماغك فاحسن حيط. لكن هذا الكلام من باب الدعابه، لكن الاصل كما ذكرنا الاصل في الزواج هو التعدد، فمن كان رجلا فليعدد، لكن شرط ان يكون عادلا، الا يخاف، الا يخاف. طبعا للاسف في الختام ندعو للعروسين، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطن الإيمان والإسلام، استمعنا إلى كلمة الوعظ والإرشاد من فضيل الشيخ أحمد عبد المجيد التنك. نستمع الآن إلى مسك الختام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. مع القرآن الكريم من علم من أعلام قراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ جمال أبو نبوت، فليتفضل سيادته مشكورا مأجورا. يا أيها الناس
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله
I
الكاميرا لا استني الصورة كمان طلع عيني طلع عيني طيب زين تعال الصورة خبا اقول لك خال العريس طيب حي الناس دي ما تعشتش احنا ما تعشناش لا بس ما تعشناش ماشي جاي لك جاي لك ولا تعملوا اهم حاجة قوم Oh, my God.
الله
وَيُحْيِي الْمَوْتَى
هذا. أم اتخذوا من دونه أولياء Thank you.
إنه بقوة
عنه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. ليس كمثله شيء الله يرتدي
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. شرفتونا عقبال عندكم جميعا ان شاء الله. شرفتونا عقبال عندكم جميعا ان شاء الله. وقولا من شرفتونا عقبال عندكم جميعا. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم. حجرت عليه ثاني فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع كلكم واقفين بكل عجاقه في جاي وحوالين الناحيتين.
الدنيا وجاء
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اخوة الايمان والاسلام ايات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ جمال ابو نبوت وذلك المناسبة احياء ليلة زفاف الاستاذ زياد حسن احمد ابو عكاشة على كريمة الحاج محمد سباس وكانت مع مهندسة الإذاعية المؤثرة الصوتية سراد ابي نارا بحول اطراف عزيز الفراشة مع تحيات فراش الاولاد العربي للمشاهد الشرقية وحتى نلتقي بكم دائما على خير ادعوكم برعاية الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رسول الله محمد هنا الكريم صلى الله عليه وسلم الله وبركاته عز الحبايب دي انما بقى عدي على السيارات دوري عشان بيت سيارات البلكونه ايوه عشان بيت تعبان فيه تعبان فيه كمل اللفه يا رجل مفيش حاجه ما شدنيش فيها وصور السماعات عشان يبان في الفيديو اقول له اديها لفه على السماعات حبيبي ماشي.